النقبة نقبة سيدتي ما يدخلها من ولا لا يبليك بحق الشعب تدخل النقبة نقبة سيدتي ما يبليك بحق الشعب تدخل النقبة نقبة سيدتي ما يدخلها من ولا ما يبليك بحق الشعب. اليوم احنا خويا في وقفة احتجاجية على اساس الصالير ديال العمال. احنا كنحملوا المسؤولية لمجلس المدينة اللي ولا تماطل في هذه النوعية ديال الصالير. بالنسبة للناس ما كتقاداش الاجرة ديالها. احنا اشنو السبب؟ العامل اشنو الذنب ديالو؟ مجلس المدينة والشركة عندهم مشاكل، وحنا شنو الذنب ديالنا؟ كاين الناس العمال المساكن ما مخلصينش، كاين اللي عنده تريطة، كاين اللي عنده، كل واحد الله يحسن العوان. وحنا كنحملوا المسؤولية من هذا المنبر لمجلس المدينة. الله يجازيكم بخير، أن مجلس المدينة هو اللي ياخذ القرار في هذا الشيء هذا. بالنسبة للناس راه باقيين ما مقادينش الأجرة ديالهم لحد الآن، اليوم 5 في الشهر وباقي الناس ما مخلصاش، هذا لا يعقل. اشنو هو الهدف ديالنا حنا؟ شنو المبتغى ديالنا من هذه النقابه؟ هو هذا الصالير هذا كنطالبوا بالصالير ديال العمال وتحسين الوضعيه. وعندنا اضراب 72 ساعه قابل للتمديد. إلا وإن طال الزمن طال الزمن لقد يوما سننتصر. إلا وإن طال الزمن لابد يوما سننتصر على القلوب الظالمه. حنا سيدي الاجره ديالنا ما شديناش في هذا الشهر، وكنعانيو بزاف، وعندنا ابسط ثمن وما ساعدوناش. مجلس المدينه كيلوحونا للشركه، والشركه كتلوحنا لمجلس المدينه، ما عرفين فين غنشدوا. وحنا شنو الذنب ديالنا؟ حنا خدامين، احنا خدامين سيدي، ولكن ما كناش الاجره. كل ما عندوش باش المركب، كل ما عندوش باش يخلص الوليدات، كل ما عندوش باش يخلص السكره. الله يجازيكم بخير، هادشي علاش اللي كنطالبوا. احنا ما عندنا تندم مجلس المدينه بينهم وبين الشركه، وحنا كعمال النظافه ناخذوا الاجره ديالنا. اي شهر كناخذوا، خاصنا ناخذوا الاجره ديالنا، لان احنا عمال وعندنا ابسط شيء عندنا في العمل، ابسط ثمن 2800 درهم. شنو غدير لينا؟ وبزاف ديال المعاناه كنعانيو، ومع ذلك كيحبسونا ثاني في هذا الشهر ما كيخلصوناش. حنايا ما مخلصينش في هذا الشهر، فهمت؟ هذا الشهر ما مخلصينش فيه نهائيا. الناس كاين اللي عنده تريسا، كاين اللي عنده كرا، كاين اللي عنده مصاريف بزاف، والشركه دارت معنا نهار واحد، ومجلس المدينه ما مخلصاش الشركه باش تخلصنا حنا. وحنا دابا راه كنعانيو، وكاين المسكين اللي ما عندوش باش يركب نهائيا. وشكرا.